أثار فيديو لشاب ملتحي اعتذر عن مصافحة وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت موجة من التفاعل وسط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر. وتظهر فيديوهات موثقة للواقعة تحاشي الشاب أثناء تكريمه من طرف وزيرة التربية خلال حفل الطبعة الثالثة من مسابقة تحدي القراءة العربي مد يده لمصافحة الوزيرة. وتبين الفيديوهات التي جرى تداولها على نطاق واسع في الفضاء الافتراضي الشاب واضعا يده على صدره في إشارة لاعتذاره عن مصافحة الوزيرة. هذا التصرف وقع الوزيرة الجزائرية في إحراج كما يبدو في الفيديو، خصوصا بعد إلحاحها عليه بالاقتراب منها حتى يتسنى لها تقديم الشهادة له وأخذ صورة تذكارية. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الشاب نال جائزة أفضل مشرف في مسابقة تحدي القراءة العربية. وبعد انتشار الفيديو انطلقت تعليقات الجزائريين منقسمة بين من اعتبر سلوك هذا الشاب داخلا في خانة الحرية الشخصية وبين من وصفه بعدم الاحترام للوزيرة.